على هذا الصعيد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إقامة هدنة ممددة وهدن مديدة ومرات إنسانية عاجلة في كل أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري ومن دون شروط عن كل الأسرى والمحتجزين. ورحب غوتيريش بالمفاوضات الجارية لتمديد الهدنة، مؤكدا الحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية. كما كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن تشكيل مجموعة عمل لإعداد مقترحات بشكل عاجل حول مستقبل غزة، مشيرا إلى أن سكان القطاع يعيشون كارثة إنسانية ملحمية أمام أعين العالم. وأكد غوتيريش أن استخدام الاحتلال للأسلحة المدمرة في المناطق المأهولة أثر بشكل كبير على المدنيين في غزة. وفي تغريدة على منصة إكس قال الأمين العام للأمم المتحدة إن تمديد وقف إطلاق النار في غزة ليس كافية. وبالعودة إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول غزة غوتيريش، والذي قال بأن الأوضاع كارثية وحمل المسؤولية بشكل ما إلى الاحتلال، للإضافة ينضم معنا خليل مبروك الصحفي الفلسطيني. سيد مبروك، أهلا وسهلا بك. إذن برأيك وعطفا على تصريحات غوتيريش، هل سيسمح المجتمع الدولي بأي تدهور وانزلاق آخر في الحرب على غزة؟ نعم، في البداية تحية لك ولجميع المتابعين على قناتكم الكريمة. في الحقيقة المجتمع الدولي هو يتعامل مع دولة الاحتلال كمفرد أو كأداة طبيعية للحالة الاستعمارية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى الغطاء الذي منح لهذه الدولة، نقصد لدولة الاحتلال، لتنفيذ هذا العدوان وهذا الكم من الإجرام، هذه المحرقة التي ارتكبت في قطاع غزة، لم يكن ليحصل لولا الغطاء الغربي المدفوع أساسا أمريكيا. الولايات المتحدة الأمريكية هي العنوان الرئيسي الآن في أي حالة دولية تتعاطى مع الوضع في فلسطين، مع القتال الدائر في قطاع غزة، مع العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. لكن الذي جرى خلال الأيام الأخيرة أنه حالة العدوان ومستوى الفظاعة ومستوى الجرائم التي ارتكبتها هذه الدولة في قطاع غزة، والتي تكشفت الكثير من صورها خلال أيام التهدئة الستة التي مضت، كشفت للعالم عن وجه الاحتلال القبيح الذي كان يجمله على مدار السنوات الماضية. وبالتالي حتى أقرب حلفاء إسرائيل لم يستطيعوا تحمل عبء المشهد الذي أنتجته آلة قتلها في غزة. هذا ما دفع البيت الأبيض إلى إصدار ما يشبه التقييد للعملية العسكرية الصهيونية في حال استمرت في القطاع. نحن نتحدث عن رسائل واضحة قدمتها واشنطن لتل أبيب، تقول بأنه إذا استؤنفت العملية في قطاع غزة فيجب أن تضمن عدم إخراج الناس من منازلهم، عدم التعرض للمستشفيات والمرافق الصحية، عدم ارتكاب أعمال أو الحساسية الأعلى تجاه أرواح المدنيين. لا. إذا تصرف الجيش الصهيوني ضمن هذه المحددات الثلاثة، ما الذي سيفعل في غزة؟ نحن رأينا ماذا فعل في الشمال، ولم يصل إلى المقاومة، لم يحقق أي هدف يتعلق بأهداف هذه الحرب المعلنة من الأساس، سواء فيما يتعلق بقضية اجتثاث حركة حماس أو القضاء عليها باعتبارها عن العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية، أو فيما يتعلق بقضية إرجاع الرهائن أو إعادة الرهائن. بالتالي أنا أعتقد أنه الغطاء الأمريكي الذي أسس للمظلة الدولية التي سمحت بهذا العدوان بهذه الشراكة قد وصل إلى حده الزمني الذي لن يعود فيه من الممكن له أن يسمح لإسرائيل بارتكاب المزيد من هذه الأعمال. نعم، قد تعطي المنظومة الدولية دولة الاحتلال فرصة لاستكمال هذه الحرب أو فرصة للمضي فيها قدما على الأقل، لكن بمستويات أقل بكثير مما كانت عليه الحالة في المرحلة السابقة. وهذا ما يفسر حالة الانعطاف التي شهدناها في كثير من المواقف الأوروبية. ليس غوتيريش وحده من تحدث عن تحميل إسرائيل جرائم العدوان
الجرائم الإبادة ربما التي ارتكبت في قطاع غزة، ولكن رأينا هناك انعطافة واضحة في أول أيام الهدنة في الموقف الإسباني، في الموقف البلجيكي، تلاه قبل يومين تصريح لافت من الخارجية البرتغالية. بالمجمل أوروبا لم تعد قادرة على تفسير هذه المشاهد. بايدن والديمقراطيون الأمريكيون الآن أصبحوا أمام حالة ذهول من حجم المأساة التي ارتكبت في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي الذي يقبل بعد أقل من شهر من الآن على انتخابات جديدة لم يخسر صورته كرئيس ديمقراطي في المجتمع الأمريكي فحسب، وإنما حتى داخل قواعد هذا الحزب، الحزب الديمقراطي. نحن نسمع عن حالات تفلت وحالات انتقاد هائلة توجه للإدارة الأمريكية من قبل الديمقراطيين، من قبل التيار التقدمي تحديدا في الولايات المتحدة. مشاهد الدمار عززت هذه الحالة، وبالتالي هذا يعيدنا للسؤال الأساسي الذي ربما اختلف عليه الكثيرون سابقا: هل الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية إسرائيل أم أن إسرائيل هي ذراع للولايات المتحدة؟ أنا أعتقد أن هذه الحرب أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال هي مجرد ذراع للمشروع الاستعماري الغربي الذي تقوده الولايات في المتحدة. سيد مبروك، نعم، في مقابل هذا الحراك الدولي والحراك الأوروبي المنتقد والفاعل حقيقة في تغيير مسار الحرب على الأرض، يعني تقييمك للتحركات العربية في هذا الشأن في إنهاء العدوان أو تغيير شكلها، يعني بشكل آخر عما كانت عليه في 50 يوم الأولى من العدوان؟ نعم، يعني هو ليس من الموضوع أن نضع الحالة العربية كلها في سلة واحدة، هناك تفاوت في المواقف، وإن كنا ربما جميعا نتفق سواء من كان يتابع الشأن الفلسطيني أو من كان منخرطا في هذا الشأن بشكل مباشر، نتفق بشكل أساسي على أن الموقف العربي منذ بدايته لم يكن بالمستوى المطلوب، بالمستوى المطلوب، ولا نقول بالمستوى الواقع، لأنه نحن ندرك أنه حالة الأمة العربية اليوم لا يمكن أن يرجى منها أن تقوم بحراك حقيقي داعم للقضية الفلسطينية أو منصف للفلسطينيين. وفي الأيام الأولى ربما أثبت النظام العربي الرسمي حالة عجز غير مسبوقة كانت ربما متوقعة، لكن أمام شلال الدماء الكبير وأمام المأساة والمعاناة الحقيقية في قطاع غزة، حالة القتل اليومي الذي بعض الأيام كانت تسجل معدل 500 و600 و700 شهيد في قطاع غزة، ومع ذلك كانت الحالة العربية فاترة جدا. أنا أقول لك الذي أحدث التغيير كما أحدثه في المعادلة الغربية ليس فقط فداحة العدوان أو ضخامة الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة، وإنما الصمود الأسطوري في المقاومة الفلسطينية في الميدان وعلى الأرض. في البداية دعنا نتذكر الحالة السياسية، أنا هنا أتحدث عن الحالة الرسمية، حالة الأنظمة العربية لم تكن مجرد عاجزة عن تقديم العون للفلسطينيين، لا، كان هناك رغبة حقيقية داخلية بأن ينجح بنيامين نتنياهو بتحقيق جزء من أهدافه المتمثلة بالقضاء على حماس. علينا أن لا ننسى في لحظة أن هذه الأنظمة في مجملها هي تختلف اختلافا جوهريا في الموضوع الأيديولوجي مع حركة حماس التي تصنف بطريقة ما على أنها جزء من مفهوم الإسلام السياسي الذي تعاديه هذه الأنظمة. بالتالي لم تكن هذه الأنظمة مستعدة لمد يد العون لهذه الحركة في مواجهة آلة القتل الصهيونية. نعم. الآن بعد أكثر من 50 يوما عجز فيها نتنياهو عن التقدم على الأرض، أصبحت المقاومة داخل قطاع غزة تثبت أنها تسير في المسار الصحيح باتجاه لجم هذا العدوان وكسره، وليس فقط منعه من تحقيق أهدافه وإنما رده وتحقيق الانكفاء في هذا المسار. نعم. الموقف العربي أخذ بالتغير، لذلك نحن شهدنا يوم أمس أو أول أمس كانت هناك المؤتمر الذي عقدته لجنة الاتصال الخاصة بالقمة العربية والإسلامية على هامش لقاء مجلس الأمن، كانت فيه مواقف متقدمة جدا لابد من الإشارة. نعم. إليها، رغم أنها، وهذا مهم جدا، أكتفي بهذا القدر وأشكرك يعني أستاذ خليل مبروك الصحفي الفلسطيني.